اخوتي واخواتي الكرام، عدنا لكم من جديد، معكم عبود. المهم يا اخوان، قبل ما نبدا الفيديو بدي احكي لكم انه اليوم، وهو مش اليوم، كل يوم صار سقعه بحسسني اني عايش في موسكو. ثلج الوضع، يعني انا اذا بموت امان ما تمسحونيش، ما تغسلونيش، مسحوني بجلنس معطر من كثر ما الجو ساقع، يعني فاهم انت. المهم يا اخوان، اليوم راح نتحدث عن مراكز الايواء اللي بيسكنوها الاف المواطنين في شمال القطاع وفي جنوب القطاع وفي كل قطاع غزه. المهم يا اخوان، مراكز الايواء هي، يعني كيف اقول لك، اللي عنده صف او غرفه في مراكز الايواء زي اللي عنده روف على البحر، فاهمين كيف؟ هو انا عندي غرفه، تمام؟ هذا اولا. ثانيا، اليهود بيستهدفوها، يعني هذه نقطه خطيره انك تعيش فيها، بيستهدفوها، بحسوك انه ابو عبيده عايش فيها، لو ايش تقصفها، مش بشر هذول. ثالثا، انتشار الوباء والامراض فيها بسبب ازدحام السكان، يعني المرض بينتشر اسرع من كورونا، ويك بتلاقي كل المدرسه وكل العياده عيانه. رابعا، الله يعين اللي بنولده بهيك وضع، تخيل يعني سقعه وحرب ودمار وحياه بتكون انتهزه معه. الجد الله يعيننا والله يعين كل الشعب وبس. والله السلام عليكم.